السلام عليكم خاوتي وخواتاتي، ومرحبا بكم من جديد في قناتكم اخبار بلادي. وكالعادة نشارك معكم ابرز واهم اخبار الجزائر. اليوم المروك خاوتي بعد ما كانت مرعوبة من الجزائر وتترعد كل خطرة زوج يعني يخرج الملك تاعهم ويدير خطاب تاع اليد الممدودة من اجل التقرب الى الجزائر، فجأة الان ولات تنفخ في صدرها وتخبط في صدرها كما الغوريلا وتعلن الحرب على الجزائر بوزير خارجيتها بوريطة. كيف تغير هذا الأمر؟ كيف المروك من ذاك الشخص الجبان الخواف ولا يتحدى الجزائر ويلمح للحرب؟ هنعطيكم تفاصيل هذا الموضوع خاوتي، وما هو دور أمريكا في هذا الموضوع. وكرانا جبدنا موضوع الحرب خاوتي، المستوطنات المروكية تتعرض للقصف بعد ما كانوا يشطحوا ويرتحوا، فجأة تعرضوا للقصف والآن أظهر رعبهم لأول مرة، لأنه كانوا يظنوا باللي خلاص المغرب راهي آمنة والصحراء ولات مغربية، لكن فجأة تغافلهم الصحراء الغربية وديلهم اندلاع الثورة. هذا الأمر يعني خلى المراركة يتشوكاو، وحنوريكم ما الذي ينشره الإعلام المروكي. أيضا في الأخبار يعني انفجرت الأمور في المروك من كل جهة، فمثلا بخصوص هذيك السفينة خاوتي اللي كانت محملة بالأسلحة اللي كانت متوجهة إلى إسرائيل من أمريكا واللي المروك خليتها تقاري رغم أنه إسبانيا رفضتها، أغضب هذا الأمر الشعب المروكي. وصراحة كنت نتساءل إذا الشعب المغربي راح يسمح بهذا الأمر ولا راح يخرج في احتجاجات، وخليني أقول لكم خرجوا في احتجاجات ضخمة. أيضا خاوتي الأمور خطيرة جدا بخصوص الحرب، فالآن يبدو أن هنالك محاولات لجر الجزائر إلى الحرب، بصح جاو يديروا حفرة للجزائر سقطوا فيها هما وعاشوا هما في الحرب الآن. أشارك معكم تفاصيل هذا الموضوع والمزيد من الأخبار. أيضا هنالك اتهامات بأن قطر تطرد حماس خلاص، ولكن قطر تنفي هذا الخبر، والمزيد من التفاصيل الأخرى. قبل ما نبدأ التفاصيل هذه كلها خاوتي، لا تنسوش الله يحفظكم تكليكيون على زر اللايك. الأهم من كل هذا خاوتي هو الاشتراك في القناة، الاشتراك تاعكم هو اللي راه مخلينا دائما نشارك معكم أبرز عناوين أخبار اليوم. الله يحفظكم خاوتي، بلا ما نطول عليكم يلا التفاصيل. نبدأ بالخبر الأول. في الخبر الأول نحضر على قطر. قطر خاوتي دائما ما كانت الوسيط بين حماس وبين إسرائيل. أيضا قطر كانوا يجوا لها القادة تاع حركة حماس يحتموا فيها يعني من القصف الصهيوني، لكن مؤخرا خرجت أخبار شوفوا إيش كتقول، ونشرتها حتى قناة الجزيرة. قناة الجزيرة تقول عاجل رويترز عن مسؤول مطلع، قطر خلصت إلى أن مكتب حماس السياسي في الدوحة لم يعد يؤدي الغرض منه، يعني خلاص تم غلق مكتب حماس السياسي. وهذا الأمر خاوتي صحيح، ولكن شوفوا كيف شرحته قطر، قالت لنا أيوا ديركم فهمتوا الأمر غلط، وهاوليك الشرح تاعهم. قلت لك التقارير المتداولة عن انسحاب قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة، يعني ما كاش منها، قطر راح تكون دائما جزء من المفاوضات. هنا هضرنا على مكتب حماس اللي قلنا انتهى في قطر، دوك نشوفوا كيف ردت قطر عليه. قطر ايضا تقول قطر لن تقبل ان تكون الوساطة سببا في ابتزازها، اذ شهدنا تلاعبا بالتراجع عن التزامات اتفق عليها. طبعا شكون اللي دارها خاوتي؟ اسرائيل هي اللي قامت بالتراجع عن اتفاقات، ومن بعد قطر هي اللي تتلام لانها هي الوسيطة. فحماس تقولها علاه ما التزمتيش بالدورة تاعك، راكي خليتي اسرائيل تعتدي عليا. ايضا قطر تقول تقارير متعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة، فهل هذا يعني انه لم يتم غلق مكتب حماس في الدوحة؟ تضيف قطر جهود قطر في الوساطة بين حماس واسرائيل معلقة في الوقت الحالي، وقطر اخطرت الاطراف بانها ستستأنف جهودها مع الشركاء عند توفر الجدية اللازمة لانهاء الحرب. شهدنا استغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة اغراض سياسية ضيقة، يعني بين قوسين اسرائيل راهي تستغل هذه الوساطة تاعنا، وراهي تستغل زعما هذه المفاوضات باش تطول في امد الحرب، وحنا رانا نماركيو بلي هنالك تلعيب من اسرائيل ومنه راح نتوقفوا عن هذا الامر. وشاكم خاوتي في الرد القطري حول هذا الموضوع، قولوا لنا رايكم في التعليقات. في الخبر الاخر نروحو نحكي لكم على فجأة كيف المروك ولات شجاعة لدرجة ولات تواجه الجزائر في وقت كانت دايما تحلل ودير اليد الممدودة. الملك تاعهم تقريبا في 3 خطابات طلب عودة العلاقات بين الجزائر وعودة تطبيع العلاقات وفتح الحدود. شفنا ايضا الشعب المروكي دايما يحتج امام الحدود الجزائرية لفتح الحدود، وفي كل مرة تقابل بالرفض من طرف الجزائر.
الآن فجأة قال لك محمد السادس وبوريطة يهاجمان بلدنا في ظرف 3 أيام متتالية، رسائل مغربية مشفرة إلى ترامب تحذيرا من حرب مع الجزائر. يعني خاوتي المروك الآن طبعا بنات الثقة تاعها، والثقة ما بناتهاش هكذاك، وإنما راح تجمعت الدول اللي قدرت تستخدمهم في حربها ضد الجزائر. جريدة شروق نشرت هذا المقال المطول، دوك نختصره ونشوفوا فيه شراي تقول فيه. كما قلت لكم يعني هذا الامر ريماركيت قناة المعرفة، صراحة انا ثاني جيت في بالي بزاف. شوش قال لك؟ من يدفع نظام المخزن في المغرب الاقصى لتشديد لهجته ضد الجزائر؟ فبعد ان كانت عهدة بايدن مليئة بالتمسكن والتذلل حتى من العاهل المغربي بتصريحات اليد الممدودة الى لهجة جديدة، بدأنا نسمع مؤخرا من طرف النظام المغربي الجبان منذ إعلان النتائج النهائية لفوز ترامب. يعني فجأة غير ربح ترامب، النظام المغربي ولا شجاع ولا يهدد بالحرب. المسألة راهي ماهيش عميقة لك الدرجة، حنقول لكم مسألة عميقة ولكنها تافهة. ودوك نعطيكم واش نشرات جريدة الشروق حول هذا الموضوع، وهوليك المختصر تاع الموضوع. قالك أدرك النظام المغربي أن انتصاراته الدبلوماسية لم تحسم قضية الصحراء الغربية كما كان يروج لها. يوزدت سائل الأمور خاوتي، قضية الصحراء انفجرت الآن أكثر من أي وقت. عليه؟ لأن الصحراويين داروا الثورة تاعهم وقصفوا مكان المستوطنين كما راح نوريكم بالفيديو. قالك الآن المروك مادام الأمور هذه اللي دارها كلش ما حسمتلوش قضية الصحراء، بدأ يحذر من احتمالية نشوب حرب في المنطقة، متهما الجزائر بالرغبة في التصعيد العسكري. يعني الجزائر هي اللي حابة تدير التصعيد العسكري. جاء هذا التحذير على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة مستندا إلى تقارير إعلامية، فيما هاجم العاهل المغربي الجزائر في خطابه الحديث، واللي شاركت معكم خاوتي نهار اللي قال بلي الجزائر راهي تطمع للوصول إلى المحيط الأطلسي، والجزائر أيضا راهي تستعمل هذا قضية الصحراء الغربية باش تغطي ما يحدث من فضائح داخل بلدها. قال لك الملك أشار إلى أن إليها كسبب لمشاكل بلده الداخلية، وانتقد القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي نفى سيادة المغرب على الصحراء، مما أثار السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. يرجح أن خطاب بوريطة يأتي لاستمالة إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يرفض الحروب في محاولة للضغط الدولي حول نزاع الصحراء الغربية، حيث يظل الوضع معلقا رغم كل المحاولات الدبلوماسية. بين قوسين شوفوا شو صار خاوتي، زعما دونالد ترامب نهار يجي يحب يكون السلام في العالم، باش زعما يقول بلي امريكا هي اللي فرضت هذا السلام، وحنايا وطرامب دائما يقول لو كان جيت انا الرئيس الحرب الاوكرانية عمرها ما تحدث، ولو كان جيت انا الرئيس الحرب هذه الفلسطينية الاسرائيلية على فلسطين عمرها ما كانت راح تحدث. من المروك يقول له ايه ترامب راح تحدث هنا حرب بين الجزائر والمروك، غير واحد يرحل. وراهم متمني مروك راهي متمنية من امريكا تجي وتعترف لهم بمغربية الصحراء، لكن خاوتي ما حدث شيء اخر تماما. لا ليس للجزائر اي يد في هذا الموضوع خاوتي. شوفوا شو صار هنا، قالك فجأة الاعلام المغربي ينشر لاول مرة حالة الرعب والهلع التي انتابت المستوطنين المغاربة عقب سماع دوي قصف الجيش الصحراوي لمواقع الجيش المغربي. يعني سمعوها ولو مرعوبين، شوفوا الفيديو. سمعوا قنابل والقصف، قالوا هدوء هدوء ما تخافوش احنا وطنيين ما خافوش. قالوا ما خافوش من الحرب. ديكو راس ليسونسيال هذا خاوتي راه زعما راهم دايرين راحتهم ما سمعوا والو. راح نوريكم ما الذي علق عليه شخص من الصحراء. هذا خاوتي شوفوا شنو يهضر على هذا الموضوع على هذاك الفيديو. ها هي راه
لا لا وي لا قدس الارض لا ما تخافوش ما تخافوش واحد اللي هكا زعما حبس لي يا بنادم ما حولي جلس يا حولي جلس تحويل انا كاميرا كتصور فينا اجلس يا انا بغي هرب من الواحد لا تجي لكم اللقطه نعاودها من الاول نعاودوا اللقطه من الاول ها شوف هاي لك لقطة شو شو كيتعرض للناس ها انت رد البر شو هذا مول كومبلي هذا المخازنية شو حبس حبس صاحبي حبس حبس الله يعطيك البعد شو كي حبس الناس شو حبس 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 صح ريماركي وخاوتي ما خليهمش يخرجوا ما فهمتش عليه نورمال واخا راك حر في بلادك سمعت قصف تقشك وروح ما يهمش يقولوا ما تخافوش احنا ما خافوش من الحرب تهربوش ما تهربوش ودابا هذا ماشي صحراء هو هذا مخزنيه شوف 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 هذاك يقول حبس شد انت منها شد انت منها شد شد بس ما تخافوش ما تخافوش صحراء مغربية خافوش ما تخافوا من حد راه الصحراء مغربية ها انتم الاخوة شوف الحرب والقنبوط تحدانا قال لي قال لي تلونات القضية الحرب والحرب شو رايكم في الموضوع خاوتي؟ أيضا المراد من هذا الأمر على حسب الصحفي الجزائري أحمد حفصي هو جر الجزائر للحرب لكن الآن المروك طاحت في هذه الحفرة يعني الآن المروك هي اللي راهي طاحت في الحرب الفعلية مع البوليزاريو لأن القنابل راهم بداو يوصلوا لمكان التجمعات تاعهم طبعا الجزائر لا تريد الحرب لكن إذا اضطرت راح تمسح المروك من الوجود بخصوص المروك خاوتي كما على بالكم دولة مستعمرة طبعا تدعم دولة مستعمرة أخرى جات سفينة أمريكية محملة بالأسلحة رايحة لإسرائيل سقست إسبانيا لدغاري عندها إسبانيا رفضت المروك استقبلتها هذا الأمر أغضب الشعب المروكي وشوفوا شو يقول في الاحتجاجات الغاضبة سمعتوا شنو يقولوا خاوتي راهم يقولوا بلي اسبانيا جرت عليها والمغرب رحب بها يعني اسبانيا رفضت السفينه والمغرب رحب بها هذه حشومه واش انتم عرب يعني هذا عيب وعار هل انتم عرب صراحه خاوتي عار يعني هذو الاحرار من الشعب المغربي راهم رافضين لهذا الامر لكن يعني مجموعه من احتجاجات بسيطه لن تفعل شيء لانه صراحه صار هذا الامر من قبل نفسه راح يتكرر وين ايضا جت سفينة من أمريكا محملة بالأسلحة إسبانيا رفضتها والمروك استقبلتها هذا الأمر حدث خاوتي في 17 ماي وين أيضا إسبانيا رفضت رصوص سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل ولكن في المقابل قبلتها شكون المروك كما راكم تشوفوا خاوتي رانا وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم قبل ما نخرجوا ونغادروا الفيديو نتمنى منكم شيء واحد خاوتي الله يحفظكم هو الاشتراك في هذه القناة وتفعيل الجرس
هذا الامر ما تقدروش تخيلوا خاوتي شحال راح يدعم هذه القناه. الله يحفظكم، اشتركوا لنا في القناه وانتظرونا، راه مازال عندنا المزيد من الاخبار الهامه للغايه راح تفاجئكم. مثلا عندنا مطالبات باستيراد السيارات الاقل من السنوات في مشروع قانون الماليه لسنه 2025 قادر يندير. مزيد من الاخبار المهمه انتظرونا. شكرا على المشاهده والى اللقاء.